بالتأكيد. بمناسبة الزمالك اللي ذكرته في الإجابة قبل الماضية بالنسبة لأيمن حفني، يعني هل عرض عليك نادي الزمالك في أي لحظة من اللحظات أو في أي وقت من الأوقات تدريب الفريق؟ لا، لم يحصل هذا ابدا، لم يحدث. يبدو احيانا الناس تقول بعض الشائعات، ولكن يقول ان هناك بعض التفاوضات، ولكن عرض رسمي او اتصال رسمي من جانبهم لم يحدث هذا ابدا. ولكن هناك بعض المعارف او الاقارب الذين قد تفاوضوا معي او عرضوا علي هذا، ولكن اي شيء رسمي لم يحدث هذا من قبل. وانت لا تمانع تدريب نادي الزمالك في المستقبل؟ أنا ممكن أن أقبل أي فريق يكون فقد بالنسبة لي يبدو لي كفريق جيد، أنا أقبله كمدرب. أنا مدرب محترف وأفضل أن أدرب دائما الفرق الكبيرة، ولدي بعض الشروط الشخصية والغير شخصية، ولكن الزمالك فريق كبير، من الممكن أن أقبل هذا. كما قابلت من قبل عرض النادي الأهلي، هذا هو المجال الرياضي، ويمكن أن تدرب أي فريق مدرب محترف. المهم لدي أن يكون فريق جيد وفريق يمكن حصد الألقاب معه. ليس هذه الحال أنني لدي عداوة أو خصومة مع الزمالك، ولكن أنني قد أقبل أي عرض يأتي لدي من فريق كبير. وبالنسبة لي المهم هو العمل مع فريق ذو شخصية وذو جودة عالية، يستطيع أن يحقق أو أن أحصد معه أي بطولة وأن أقدم أفضل عمل لدي. لو سألتك التجربة خلال تجربتك في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية بالنسبة للتدريب، يعني إيه أفضل تجربة بالنسبة لك وإيه التجربة اللي أنت تحب تنساها؟ أنا أعجبتني الفترة التي قضيتها مع العين السعودي، فهي دولة كبيرة جدا السعودية، وكانت فترة جيدة جدا بالنسبة لي. طيب لو سألتك هل بالنسبة للعروض اللي جات لك في الفترة الماضية وبعيدا عن نادي الزمالك، هل وصلك أي عرض من أي نادي في مصر غير نادي الزمالك والنادي الأهلي؟ نعم، قد جالي بعض العروض محددة من بعض الأندية، ولكن أنا لم أقبل أي منهما لأنني لم أرى أي عرض يتناسب معي في هذه الفترة. أنا أحب مصر، ولكن لم أقبل العروض التي جاءت إلي لأنها لم تكن مناسبة للقبول. أندية مثل مين؟ بيراميدز، الإسماعيلي، الاتحاد مثلا؟ ولكن أنا لن أقول هذا ولن أصرح هذا، وهو شيء شخصي، ولكن كان هناك بعض العروض الظاهرية التي عرضت علي، وأنا لا أستطيع أن أصرح عن هذا. الأسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وأيضا نادي الوداد المغربي ما قبل مواجهة النهائي الأفريقي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، شرفتنا ونورتنا.